السيد داخل سوق راسو كيمشي للجامع، واخا مسكين بحال مهزوش شي شويه اضطرابات نفسيه ولا السحر ولا الله اعلم هادشي اللي كاين، لان السيد مرفوع شويه شي شويه كيبقى كيتغن مع الجيران مره مره، كيبقى كينوض عليهم التشاش مع الوالده ديالو هكاك، وهادشي اللي كاين. كيمشي كيصلي كيجي كيمشي ويجي وهادشي اللي كاين. الوالده ديالو كانت واقعه شي جنازه هنايا عندنا في الباليل، كما العائلات كتوقع شي جنازه كيتضامنوا الناس الباليل كيمشيو كيعزيو وكيرعوا بحالاتهم. السيدة دا الوالدة ديالو قالت له انا غادي نمشي نعزي ما بغاش يخليها، علاش ما نعرفش شي حاجه كاينه تما، واش مدابزة الوالدة ديالو مع دوك الناس ولا فهمتي. المهم ما علينا، السيد هذا فاش قال الوالدة ديالو ما تمشيش، الوالدة ديالو بقات معاه بالغنان بقات كتغني معاه وكدا، خلات للدار. المهم الدري صافي خرج بحال فهمتي، ما بغاش يقز حداه وكدا، خرج بدا كيفكر شو الله اعلم شنو اللي طاح له في بالو. غدا ان شاء الله في الصباح بحال هكا مع ديك الزوايد ديال الجمعه البارح، هاد الكارثه وقعت البارح بالضبط مع التسعود، التسعود التسعود ونص وقعت هاد الكارثه هادي. السيد دخل عند امه هكاك ما بيها ما عليها، لقاها متكيه وكيدك. السيد كان هو هذا غير شنو هو كان شي شويه بحال دي معقد، ما كيهضرش مع بنادم وكدا غير وحداني ومزيان، انا سيرتو غير هو الساعات ولا وصافي مسكين ما حس عليهم في هاد النهار هذا. الله يصبر العائله ديالهم، الله يواسيهم الصبر، وهادشي اللي كاين اخويا. حنا جالسين هذا وما حتى سمعنا السيد طاح وامه في الباب ميت مذبوحه، وجات القوه المساعده وهذا وجاو الدرك الملكي وشفنا داكشي ماشي هو هذاك. هذاك السيد الولد ديال داك السيدة مريض، كاد ود الظهر كيخرج يصلي، كاد ود العصر كيخرج يصلي، المغرب كيخرج يصلي، العشاء كيخرج يصلي، كيرجع ما كيهضر حتى مع واحد، كيدخل الدار خلال كيدابز مع منو بنو كيدابز معاه كيدابز معاه. هي داخلة راسها ما كتهضر ما كتكلم، كتخرج كتجي كتناولو عاود تخرج، عاود يتناولو عاود تخرج، وين بعض الأحيان كتنوض بيناتهم المشاجرة. منطبهم الله، الله يصلحهم، الله يصلح الشباب، الله يهديهم، الله يرجع بهم، هذا منطبهم الله، الله يرجع بهم، الله يصلح لهم الحال والأحوال، هذا منطبهم الله. ماشي راه زعما مفجع بزاف. ديانا كانت الله يعمرها خيمة، درويشة ما كتدخلش السوق، داخلة سوق راسها، كتدخل مسكينة وتخرج، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكن الولد عنده مسكين مريض وعيا ويعبيوه للطبيب، يمكن ما رتاحش. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.